السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متتبعي قناتي مفروشات جديدة ومستعملة. الآن غادي نقول لكم هادو هما الطلانط اللي بقاو باش ندير لكم فيهم السولد. راني حيد هانتوما ما شاء الله، انا حط لكم القياسات والأثمنة. هادو طلامط الفوطة النوع الممتاز، فيهم الزواقة نتاع المطروز في الوسط، ثم فيهم الزواقة بالمطروز، هو ماشي المطروز وإنما هذا الفوطة في يعني بالزواقة المطروز. ما شاء الله الذوق الرفيع. بالنسبة اللي كيبغيو يزيدوا تحسينات على الطلانط ديالهم، راه كاين ما شاء الله اللي تقدر تزيدي في ديك الجناب، تزولي السفيفة، ولا بغيتي تزيدي غير الباتشوا في الباج، ولا في اي لون حبيتي في ديك الالوان اللي في الورد، بحال القرفي، بحال قلنا هادو 15 متر 5 متر 2 متر ونص مفروقه، وانما غير مفصله غير باش صورت لكم، لان الرولو كبير ما ثقيل، هو هاد الفوطه شي شويه ثقيله، يعني بحرا حطينا في السداري ديك الجوجونس، فرقنا جوجونس. ما شاء الله روعه، خصكم تشوفوا الجمال، انا من عشاق هذا اللون هذا، وما عرفت واش كاين بحالي ولا لا. الذوق رفيع، دائما اللي سبق هو اللي ياخذ الارسال الى جميع المدن. هادو السولد ديالهم، يتواصل معي في الواتساب على الرقم 06 41 67 33 95. مرحبا بكم، شو ما شاء الله. هذا راه اللون باش للاشاره، هذا راه ماشي حمر ماشي قرونه، هذا العكري، اللون عكري حمر مغلوق، والحمر اللي فيه واحد الجمال، انا من محبي هذا اللون وما شاء الله روعه. هادو طلامط مستعملين، الدنيا جات مستعملين، هادو ماشي جداد، وانما في حاله جيده، بحالهم راني بعت في الموف، هادو هما اللي بعت خوتهم في الموف اللي كلشي بغاهم. هادو دابا ديال السيجور، ثلاثة طلانط النوع الممتاز، نياجات الحرة، هادي هي دايرة بحال المطروز، دايرة بحال الشكل ديال المطروز، كلها بحال المطروزة، كلها التوب ديالهم بحال البهجة. قلنا دائما للتذكير اللي ما كيعرفش النياجات، راه هي المنافسة نتاع البهجة الحرة، لا في التوب ولا في كلشي. ما شاء الله روعة، اللي بغى يبدل دائما المستعمل خصو يتصبن، اللي دات المستعمل كله خصو يتصبن، وخا يكون باقي نقي خصو غير شي تصبينة مزيانة معتبرة. تيلمطو 2 متر فيهم لاستيك، كيلمطو السدادر اللي عندهم 3 سدادر، 2 متر 2 متر 2 متر و 12 خدية. السولد ديالهم 1100 درهم، 22000 ريال، اللي بغاهم مرحبا. بالنسبة للدنياجات ماشي نفس اللون، هادو كاينين وحدين في الذهبي، ديك مرصعين بالصقلي، راكم غتلقاهم في آخر الفيديو، ولا ما عرف المهم كاينين في الفيديو، دارة كبيرة نتاع التمنية الطبالي، إن شاء الله تستدادر، هانتوما غتلقاوها في آخر الفيديو التضخيم الجديد. هاديك كاينة، كاينة 5 متر بوحدها، وعشرين و 15 متر بوحدها، 20 متر و 24 خدية، تالتالي هضبط القوافي في الفيديو، اللون ديالها مختلف على هذا، هادي شي اللون ديالهم السمني بارد، اللون ديالهم السمني بارد، والاخرين اللون ديالهم مختلف، روعة، تال الاخرين اللون ديالهم غزال. هادو طلامط، هادو دايرين بحال البروكر، النوع ديالهم بحال البروكر المحفر، هما ماشي بروكر، شو ما شاء الله كي دايرين محفرين، التوب ديالهم غزال، دايرين في الشكل ديال البروكر، هما ماشي بروكر، باش ما يبيع لكمش شي واحد هاد طلامط يقول لك هاد طلامط بروكر، راه ماشي بروكر، هادو كيشبهوا البروكر. تبارك الله كيديري محفرين،
التو ديالهم زوين، فوطه ديك الزواقات الوردات فوطه، والظهر ديالهم راه مغلوق اظن واقيلا في هذا الفيديو، راني ما وريتكمش الظهر، الظهر ديالهم كله فوطه في الزرق. خلاص هوكم راكم عارفين غيكون الظهر ديالهم مغلوق والوريدات مفتوحين. 15 متر و 18 خديه، هادو حنا دائما كنفصلو 12 2 متر ونص ولا 5 متر بوحدها، هادو مفصلين 2 متر ونص بوحدها باش كنصورو، باش كيبقى الرولو بوحدو 10 12 متر ونص بوحدها رولو، حنا مفصلين منها 2 متر ونص والاغلبيه 15 متر، واللي بغات 15 متر مشروكه قبل ما يتسالى الرولو راه كاين 15 متر اللي بغاها كلها. انا نشوف ماني السلعه اللي عندهم 15 متر كلها، راني غادي اللي بغات 15 متر كلها راني غادي نرد عليكم باش ما كان. ما شاء الله فيهم الشيبي بارد قري، هذاك راه قري بحال الشيبي، هو قري بارد، وهذا زرق، زرق بحال يمدادي، اللون ديالهم زرق بحال يمدادي، وانا ما هو زرق ما شاء الله. خمسطاش الخدية، هذا 15 متر و 18 الخدية، السولد ديالهم 1600 درهم، 32 فريق، كلشي رخاص، كلشي رخيص، فرشي دارك بلا ما تخمي، جديد بثمن المستعمل، الناس الله يجازيكم بخير الجادين فقط. ما شاء الله شوفوا لاحظوا كي محفرين، تقولوا غي البروكر، هو راه ماشي البروكر غير باش الله يجازيكم بخير باش ما يشمتكم حتى واحد، هذا راه ماشي البروكر، وانما الستيل ديالو داير بحال البروكر، التوب ديالو ماشي بروكر وانما زويون، التوب ديالهم معتبر، الظهر ديالو فوطه الظهر ديال الطلامط، وانما ماشي بروكر. هاهما حتى الا بغيتو يعني تفرشوا حتى في الدار يمكن لكم. ها الوجه وها الدار، هادو أربعة ديال الطلامط، الفوطة النوع الممتاز ما شاء الله، الذوق الرفيع، خياطة معتبرة، هادو مستعملين في حالة جيدة، نقيين بزاف بحال جداد، فيهم لاستيك تيلمطو 3 متر 2 متر 2 متر 2 متر، 11 الخدية و 4 المساند، المساند راه ماشي كلهم فيهم الشوشات، يمكن 2 مزولين لهم الشوشات و 2 فيهم، لا بغيتو تزولهم في خطره زولهم، يمكن لكم ديروا ديك البروشات اللي ولاو دابا، ما بقاوش دابا ديك الشوشات ولاو البروشات. شوف ما شاء الله الذوق الرفيع غزال فنين، حتى الظهر ديالهم غزال، فيهم جوج وجوه في الخدادي وجوج وجوه في الطلامط، هاهما الطلامط ها الخدادي، كيجيو ملبسين فنين، شوفوا ما شاء الله تمام ما شاء الله، شو على الوينات كي دايرين ما شاء الله، فيهم الغوز فيهم الموف مغلوق. هادو السولد ديالهم 1450 درهم، 29 ألف ريال، فوطة رطبة، فيهم واحد الجمالية ما شاء الله، في القبطات تشوف كتعرفي الطلميطه، النقاوه حاجه مليحه، الناس اللي بغاو يبدلو هادي ديريهم في الصالون كبوجهك احمر، شوف شوف البريو اللي كيعطيو، شفت كتقرب الكاميرا كيعطي واحد البريو غزال، اللي بغاهم مرحبا. هادو طلامط المليح، يعني
هادو مستعملين وإنما في حالة جيدة بحال جداد. هانتوما بحال جداد، راكم عارفين فاش كنشكر لكم شي حاجة. هادو بالصفيفة البلدية، الصفيفة البلدية معاهم ربع. هانتوما هادو بلي بلي. بالنسبة لهاد اش كتقولوا لهم نتوما، المساند مدورين، راه فيهم ديك لي بلي ومربوطين ب يعني مخيطه فيهم ديك السفيفه، راه ماشي غير منزله، راه مخيطه فيهم هكاك داير ديك الديكور ديالها. شي ما شاء الله كيجيين بالسفيفه البلديه غايه ما شاء الله، روعه. الناس كيعشقوا الحاجه الاصيله، كيما احسن السفيفه البلديه. هادو طلمط تلمطو فيهم لاستيك، ودائما فاش كيكون لاستيك للتذكير فقط، ما كنحسب لكمش الجناب ديال الطلماط القنوت السدادر، كنحسب لكم غير السداري من القنت للقنت الفوقاني. السداري اللي غتلبس كيلبسو السداري نتاع 4 متر، جوج سدادر مشروكين، جوج متر جوج متر ملاقين، كيلبسو 3 متر 3 متر و20، وتلبسو 3 متر و60، 14 الخدية 14 الخدية و4 المساند مدورين، الخشاوات المساند. الساعة الا بغيتو تزيدو الجمالية البروشات اللي كيكونوا في قلب المسندات، راه كيديروا رخاصين، اظن راه كيديروا شي 10 دراهم الوحدة. يمكن لكم تزيدو ديك البروشات وتزينوهم. السولد ديالهم 1000 و100 درهم، 22 فريال ما شاء الله. ديك المسين شو ما شاء الله، دائما السفيفة البلدية كتشكر راسها وكتجي غزال مع الطلانط. هادوك اللي كتشوفو المسين دات راه لي بلي ومخيطين فوق منهم السفيفة البلدية. اللي بغاهم يدوز عندي الواتساب 0641 67 33 65. طلمت مبرا الباتشوا رومية جالاكسي 10 متر و12 خدية، تلميطة كالخدية. السولد ديالهم 750 درهم، 15000 ريال. جديد بثمن المستعمل، دائما عندنا الرخاء في طلمت جداد. هذه الخريبة بالسفيفة البلدية في الباج والكرونة والزيتي، فيهم 10.5 متر و12 خدية. جديد فصلي 10.5 متر ما فصلاش، خدادي مخيطين. هادي السول ديالهم 1500 درهم، 30000 ريال. جديد خريبة في جديد. 06 41 67 33 95. ديما كنجيب لكم الجديد، ديما كنجيب لكم هميزات، مرحبا بك. اللي بغى حتى الخريبه الصفراء اللي كيوصلوني، حيت الخريبه الصفراء كتخرج بزاف ما شاء الله، اللي بغاها مرحبا. هادو طلمط المبرة الكمخة، ما شاء الله المبرة الكمخة المحفرة. هادي ماشي المبرة المحفرة اللي معروفة هاد الحرير، هادي المبرة الكمخة، يعني التوب ديالها غليظ وجاي. التوب ديالها راه معروف الكمخة، اللي كيعرف المبرة الكمخة راه الذوق الرفيع. شوف ما شاء الله، سفيفة معتبرة ديارية في حالة جيدة. راكم عارفين طلمط الصالون ديما اللي كيبيعوا طلمط الصالون ما كيكونوش كيستعملوهم بزاف، الا الا جا عندهم شي ضيف مرة في العام كي كيقول الواحد. ما شاء الله طلمط تقولوا جداد.
انا اعطيكم القياس ديال السدادر اللي كيلمطوا، يعني دابا ما فيهم لاستيك، كلهم فيهم لاستيك تيلمطوا، يعني خص يكون عندكم القياس ديال الفراش في هذا القياس اللي غنقول لكم دابا. يعني السدادر كيلبسوا حيت فاش كتكون قلنا لاستيك ما كنحسب لكمش انا طلمت من الطرف للطرف، كنحسب لكم غير شنو كتلبس، شنو كيلبس السدار. قلنا كيلبسوا 5 متر، يعني خص يكونوا جوج سدادر ملاقين نتاع جوج ونص جوج ونص. كيلبسوا 2 متر و60، يعني السداري طويل خصو يكون فيه 2 و60. تيلمطو السداري عاود طويل فيه 2 متر و70، وتيلمطو 2 متر و70، وتيلمطو وكاين واحد يعني الطلميط نص طلميطة، يعني فيها 1.30 متر ما فيهاش لاستيك. اللي بغى السولد ديالهم 1900 درهم، حنا طيحين حنا كنبيعوهم يعني باش شاريينهم، ما فيهمش يعني قل من ثمنه 1900 درهم، 38 فريال اللي بغاهم مرحبا. هادو طلمت الفوطه ما شاء الله، هادو كل بزاف كيطلبوهم ليد الناس ما شاء الله، ورحنا جايبين لكم ان شاء الله قريبا، راه ما كيوجدوا نويعات اخرين الفوطه في احمر، المهم الوان واشكال ما نقول لكمش خليوها مفاجاه. هادو طلمت راه ما مفصلينش طوالين 10 متر و60 في طلمت، و12 خديه خدا دي راه كبار ديال 80، 10 متر و60 و 12 خدية. السولد ديالهم 1150 درهم، 23 جداد، دائما حنا مع الجديد، هاد الفيديو كامل راه فيه غير جديد، أغلبية اللي كلشي جديد إلا واحد الخريبه الحره، راه كاين جوج انواع الخريبه، كاين الجديده اللي عاد ما مفصلاش، وكاين وكاينه المستعمله الحره الاصيليه القديمه في حاله جيده. هذه التاج محل دائما مع الجديد، ثلاثة ديال كيلمطو فيهم لاستيك مخيطين جاهزين، هذه المره اللي جبنا لكم طلمط مفصلين جاهزين، وانما هادو واجدين ثلاثة. هادي راه كيقولوا لها التاج محل ديال طرز الغرزة، تاج محل ديال طرز الغرزة، هاكا بحال مطروز بحال طرز الغرزة، تاج محل طرز الغرزة، يعني مطرزين بالحرير، الحرير في الذهبي ماشي الصقلي، الحرير في الذهبي. شو ما شاء الله هانتوما مطروز ثلاثة كيلمطو سيجور نتاع اللي مصيني على ثلاثة، عندهم صويلان صغير 2 متر 2 متر، كيلبسو ثلاثة السدادر نتاع 2 متر 2 متر 2 متر، و11 الخدية. هادو السولد ديالهم 950 درهم، 19 ريال، طرز الغرزة يبغاهم مرحبا. دوك يقولو لهم تاج محل طرز الغرزة، راني جايب لكم أثمنة وجبة همزة، هادو كلهم أثمنة همزة، يعني اللي يسبق هو اللي ياخذ. هميزات حصرية في قناتي هميزات أم الحسنين بفاس، وقناتي الثانية مفروشات جديدة ومستعملة. مازال الفيديو طويل، مازال الهميزات، تابعوا معايا إلى الآخر. دائما مع الفوطه، لان هاد الفوطه هادي موديل جديد كيتمشى ما شاء الله بزاف بزاف، كيطلبوا لي هاد الفوطه. هادو ثلاثة ديال الطلامط تيلمطو فيهم لاستيك مخيطين جاهزين، كلشي مع الجديد مخيطين بالسفيفه، تيلمطو 2 متر سداري 2 متر،
تيلمطو متر و90، يعني 2 متر قل 10 سنتيم، وتيلمطو متر و80، متر و متر و60 تقريبا، علينا شي كدا و60، المهم متر و60، تيلمطو 2 متر، متر و90، متر و60، و7 الخديات كبار. هادو السولد ديالهم 700 درهم، 14000 ريال، ما كاينش جديد بهاد الثمن هذا. هميزات حصريه في قناه، راه فيهم ديك الجناب، هذا راه الدان، الظهر ديالهم الدان، الا واقيلا 2 خديات اللي فيهم دوفاس، اللي بغى يزيد خدادي يمكن له يدير الظهر. هادو غير الظهر ديالهم تشوف بحال الدان. هادو طلامط، هادو بحال داكشي ديال الارتيزانا، طلامط شلح، طلامط نتاع الشلوح، يعني شلحين هاد الطلامط امازيغيين، ما شاء الله. راه كاين 2 انواع في هاد الثوب، النوع ديال الثوب، النوع ديال الثوب داير بحال الشكل نتاع بحال الشكل ديال ديك الجلالب ديال الصوف اللي كانوا شحال هادي، غير هو رقيق، هذيك ماشي رقيق، الثوب ديالهم متين ومدقوق، متقون في بحال الفوطه داير، هو ماشي فوطه. ها نتوما لاحظوا شتي الثوب ديالهم كي داير بحال ديك الشيء ديال الامازيغ، ثوب غزال وجماليه روعه. هادو اظن كيلمطو، اللي بغى يعرف القياس ديالهم لان تسقط لي الصوت من لهنا، كاين المتوقي 4 السدادر نتاع 2 متر وشي 10 الخديات. السولد ديالهم 750 درهم، 15000 ريال، عزلوا اللي بغيتو، الجديد بثمن المستعمل. هادو فيهم اللي قبلتكم، فيهم 8 الخديات كبار وجوج قصار، يعني يمكن لكم ديروهم مساند نفس العدد. كاين المطور 4 السدادر نتاع 2 متر، 2 متر، 2 متر، يعني 4 السدادر ملبسين بلاستيك كل سدار، يعني انتم نفس الثوب. طلامط هادو ديك كيقولوا لهم امازيغيين، هاد طلامط شلوح، الثوب ديالهم بحال داكشي ديال اللي كيصوبوا به، ماشي الحنابل ولا ما عرفتش كيف تقولوا لهم، وانما هو غير الثوب ديالهم هكاك، يعني ماشي غاضين متوسط، يعني دايرين بحال الفوطه ومهم هاد الشكل. هادو السولد ديالهم 850 درهم، اختاروا اللي بغيتو في هاد الشكلات هادو. هادو طلامط لاشويني، فيهم النقري، فيهم لاغجونطي، راهم بحال لي محفرين بلاغجونطي، النقري فيهم كيبري، وفيهم جوج وجوه دو فاس، لاحظوا ديك لارجونتي كي كيبري فاش كيكونوا شاعلين الضو، كيعطي واحد البريون زوين، كيعطي جماليه للطلامط. هما طلامط مزيونين، الناس اللي بغاو يبدلو حاله جيده. تيلمطو 3 سدادر كبارين، الناس اللي مصيني فيهم لاستيك، يعني انا نعطيكم غير السدادر اللي غيلبسو، كيلبسو 2 متر و80، 2 متر و80، يعني خص يكون الفراش عندكم في هذا القياس، يكون فيه 2 متر و80. وبالنسبه اللي عندهم 3 متر يقدروا يفتحوا، الا بغاو يفتحوا ديك لاستيك القنوت ديال لاستيك يمكن لهم. المهم انا غير كنعطيكم 2 متر و80، 2 متر و80، 2 متر و80، يعني 3 السدادر كبارين تاع 2 متر و80، 12 الخديه و4 المساند مدورين اللي بغاهم مرحبا. كما العادة خصو يتصبنوا دائما، المستعمل خصو يتصبن، ودائما الله يجازيكم بخير، اللي كتبغي تبيع شي طلامط ما تبيعهمش موسخين حشومة، يعني زولتيهم من فراش دارك وتعطيهم لوحدة أخرى، يعني عارفي بأن بحالي كتهديهم لختك ولا لأمك، ولا بحالي كتبيعهم، حس بيهم بحالي ماشي كتبيعهم، بحالي كتهديهم. مهم هادو قلنا
تنمطو سداد الكبار تاع 2 متر و80 في كل وحدة، 3 متقادين، 2 متر و80، 2 متر و80، 2 متر و80، و12 خدية و4 المستند مدور. تلامط للتذكير، راه هانتوما هذا الظهر، هذا اللي قبلتكم هذا الظهر، ماشي الوجه، هذاك اللي في الطلميطه راه الوجه. كاين جوج وجوه في الطلميطه وجوج وجوه في الخديه، كاين الوجه المفتوح والوجه المغلوق. هادو الصول ديالهم 550 درهم، 11000 ريال. احنا مطيحين قل من ثمنهم غير باش نخرج السلعه، عارفين السلعه بان ما كتعداش عندي سيمانه جوج سيمانات صافي خصني نحيدها. هادو طلامط المبرة محفره حرير، ما شاء الله كيحمقوا هاد التلمطات. هادو نص لبسه ما مستعملينش بزاف، يعني باقي جداد في حاله جيده. تيلمطو 3 سدادر فيهم لاستيك، كيلمطو سداري، شوفوا ما شاء الله روعة، فيهم بريون مرشوشين بالبريون. تيلمطو هادو راه دايرين طلمط، دايرين بحال الطلمط ديال تركيا. تيلمطو 2 متر ونص، فنين هاد الطلامط، ما معتبرين، ما تحلفوا عليهم جداد، ما تقولوش مستعملين هادو. شوف ما شاء الله كي دايرين، شوف على جماليه فيهم. هادي مبرة محفره، هذا موديل جديد. مهم تيلمطو قلنا 2 متر ونص بلاش زياده الجناب، ما كنحسبوهاش. 2 متر، 1.90 متر، يعني يقولوا علينا 2 متر، و8 المخاد بالصفيفة. الصول ديالهم 1150 درهم، 23 فريال. طلانطة نتاع الخريب في اللون العكري، ماشي قرونة ماشي حمر، اللون العكري كيكون ما بين القرونة والحمر، ماشي حمر ماشي قرونة، لونو غزال، لونو مباشرة غزال. وديك الرشيمات اللي ما بين الوريضات هذيك راه في لاغجونتي في النقري، فيهم المارون وفيهم القرفي وفيهم الابيض بلون كاسي، و يعني وهذيك اللون فيهم كيحمق غزال. مخيطين فيهم لاستيك، السفيفة فيها المارون والذهبي، هي السفيفة اللي ولات دابا. دابا ما غنحسبلكمش الجناب ديال طلامط. كيلمطو 4 متر، يعني 2 سدادة مشروكين 2 متر، يعني طويلة طلميطة 4 متر، 4 متر و80، يعني 5 متر و80، يعني علين 6 متر، يعني طلميطة راه كتلمط تقريبا 6 سدادة، 6 سدادر قل 20 سنتيم، زعما 6 متر كتلمط، يعني كتلمط 6 متر قل 20 سنتيم، طلميطة طويلة في 3 متر و30. دابا ما كنعطيكم غير العبار ديال السداري اللي غتلمط، ما عطيكمش انا العبار ديال هذا، يعني تقريبا 7 ديال السدادر، 7 السدادر. المهم عندنا 4 متر كتلمط 2 سدادر، هما جوج، 5 متر و80، يعني علين 3 سدادر، 3 سدادر و3 متر و30. المهم 6 سدادر تقريبا، 6 سدادر، 6 سدادر وزي. المهم كيما بغيتو، ثلاثة كاين اللي عندهم سدادر غير صغار 3 متر و30، 4 متر، 5 متر و80، عقلو. كيلمطو سدادر يعني سداري طويل يكون فيه 5 متر و80، ما حاسبالكمش الزيادة غير القنوت، 4 متر بلا الجناب، 3 متر و30 بلا الجناب بلا الزيادة.
وعشرين خديه وتمنيه هاد المساند باسطه. المساند بحال شكل الخدا دي غير هما جايين مينيات هكا هكا باسطه. وراه يمكن لكم ديك المينيات ديك هذاك يمكن لكم ديروهم تكيوهم ما بين الخدادي بحال الشكل ديال اش كتقولوا البودانات ولا اش كتقولوا لهم. المهم ديكورات يمكن لكم ديروهم السولد ديالهم 2300 درهم. 46000 ريال هادو طلامط المبرة إيني طلامط المبرة 7 متر ونص ما فصلينش. والمخاد فيهم فاس في الباج مبرة والفاس الاخرى مبرة محفرة. هاد الفاس اللي من هنا مبرة محفرة وفاس الاخرى في الباج سامبل. هما الظهر ديالهم فيهم الباج سامبل. هانتوما المبرة المليح. هادو جديد هادو طلامط. بالنسبة للطلامط سامبل مبرة سامبل أغلبية كيطلبوا لي كيقولوا لي نجيب لهم طلامط سامبل والخدادي فيهم الزواقة. هادو تمنية معاهم تمنية الخديات كيلمطو طلامط السيجور ثلاثة يعني جوج متر جوج متر جوج متر ولا اللي عندهم. هادو السولد ديالهم 550 درهم 11000 ريال. هادو طلامط جديد المبرة الوسطانية المبرة الباتشوا بحال الدان والجناب المبرة الرومية فيهم لاستيك فيهم لاستيك تيلمطو جوج متر جوج متر. راه هاد هاد تيلمطو قلنا جوج متر جوج متر وستة الخطيات يعني فيهم لاستيك مخيطين ناضين وجداد ماشي مستعملين. هادو السولد ديالهم 300 درهم 6000 ريال. هادو طلامط لاشوني البرومي شوا صبن ورد مستعملين. ثلاثة الأنواع ديال الطلامط تينمطو جوج متر جوج متر متر ونص يعني اختي تيلمطو السدادر هادو فيهم لاستيك تيلمطو جوج متر جوج متر وحدة كتلمط متر ونص وتسعود الخديات معتبرين حاجة حاجة نقيقية يعني بالنسبة للطلامط. طلامط ضروري أي مستعمل خصهم يتصبنو. أي وحدة دات المستعمل خصها تصبنو جابتهم من دار أخرى خصها تصبنو لأن أصلا حنا كيجيبو لنا الناس نبيعو لهم طلانط مستعمل تيبقى ديما مستعمل اللي بغاهم مرحبا. بالنسبة للإرسال إلى المدن للتذكير فقط دائما غادي نذكركم لأن كاين اللي ما كيشوفش بعض اللقطات كيفوتهم باش كنقول لكم حاولوا ما تدوزوش الفيديو راه كاين شي أمور ضرورية كنبينها لكم. إلا كان شي ديفو راه كنوريه لكم إلا كان شي ملاقية راه كنوريها لكم باش تتبعوا معايا دقة بدقة. حاولوا تتبعوا الفيديو الاخر باش ما تقولوش ما قلت لكم. شحال وحده كتنقز الفيديو فتالي كتقول لي ما قلتيناش. هادو السولد ديالهم 400 درهم 8000 ريال اللي بغاهم مرحبا. هادو طلامط ايني سامبل جداد باقي ما مفصلينش خدادي مخيطين 11 متر ونص 11 متر ونص وعشرة الخطيات وجوج مساند بالبروشات ديالهم كيقولها الموبرا زبدة سامبل. يمكن لكم ديكوريهم بأي لون عندكم في اللوان الزربية اللي بغيتو. جديد مرحبا اللي بغاهم مرحبا. واخيرا اخواتي راه باقيين بعض ديال الطلامط انواع الطلامط ما قدنيش الوقت باش غادي نسولديهم. ان شاء الله اللي تفكرت شي طلامط ومهم هادشي هما الطلامط اللي باقيين وانما راه باقيين شي طلامط ما كملناهمش بالسولد
لان الوقت اللي ضيق الوقت، ما تنساوش لايك الفيديو بارتاج، وان شاء الله مع فيديو انواع الطلانت الجديده لهذا لعشاق الدنياجات. هذه دارة كبيرة، هذه أكبر دارة في هذا الفيديو. تلمطوا فيها 24 متر، 20 متر كتلمط تقريبا 8 ديال السدة، درت 2 متر ولا تسعود 20 متر و24 خدية، 5 متر مفصلة على حساب باش كنحطوها فوق السدة اللي كنلمطوها، و15 متر بوحدها ما مفصلاش جديد، خدادي كبارين مبهجين، الطوق رفع مرصعه بالصقل اللي دايره الدنياجات، راه دايره بحال البهجه، الدنياجات راه بحال البهجه الحره. ما شاء الله هانتوما، راه الدنيا جات تقريبا في الكاليتي ديال التوب ديالها، هذه الاصليه مرصعه بالصقلي بحال الشكل ديال البهجه، فاش كيكون البهجه الاصليه راه كيكون فيها الصقلي، هذه الدنيا جات الاصليه روعه، تكون تشوفها مباشره يقدر مباشره الفلاش عطيها شي شويه كي اللون ديالها ما كيبانش، هادي اللون ديالها شغنقول نقولكم بحال باج، باج مغلوق، باج مغلوق باج، واللون ديالو غزال، شوفوا اللوينات كلهم، يعني راه يمكن لكم تروموهم مع بالنسبه اللي بغات تدي لهم المضام، دابا راه ما بقاوش اللحوف، اللي بغات دير لهم غير المضام ديكور، راه تختاروا اي لون في ديال البريضات هو اللي ديروا، يمكن لكم ديروا الشبيبين بحال كم ديروا غوزانديان، راه ما شاء الله حتى الاحمر كبيره فيها الموف، وهذا الشيء علاش ما كنبغيش نجيبكم الكبار، هما الوينات باردين وفيهم الزيت، راه الكبار كيكونوا غاليين وما كنبغيش نجيبهم، هذا راه جداد، دارة كبيرة كتلمط 800 السدادر ولا تسعود. اجيو تشوفوا الفن ديال الطلانط، الزواق هاد الفيزاتش، ما شاء الله، طلانط ما نقدرش نوصفهم لكم، اعتبرين، هادو الفوطة. شو سبحان الله على لون فيهم سمني بارد وما شاء الله فيهم واحد الجماليه، شنو نقول لكم، ما عارف كيف نقول لكم، يعني شنو نقول لكم، مزيونين بزاف، وهادو نتمناهم شي عروسه، شي عروسه هادو صراحه انا نبغيهم شي وحده عروسه، روعه. تلمطو 6 السدر، 4 طلامط فيهم لاستيك مفروقين، تيلمطو كيلبسو 2 متر 2 متر 2 متر 2 متر، و 2 سدادر مفروقين 4 متر كيلبسو 2 متر 2 متر، و 12 و 20 خدية، شوفو تبارك الله ما شاء الله، هذا راني ماشي على لا دولا ولا كنصور لكم بالنهار، وحتى الضو التليفون ضعيف ديك الساعه لان كنت حل الشرجم، شو ما شاء الله روعه، شو ما شاء الله اللوينات، شوفوا شو تيحمق تيحمق، ديك راه فوطه كلها فوطه، طلع مد الفوطه تيقولوا لها مبره الفوطه كلها هكا دايره، وديك الزواقه الكبيره اللي كاينه في الورده كبيره، راه كاينين رشين وريضات كلهم في الطلانط، قلنا كيلمطو 6 السدادر نتاع 2 متر، 2 السدادر قلنا 2 مشروكين، و 4 السدادر 2 متر مفروقين، كل وحده بلاستيك ديالها، و 20 خديه، السولد ديالهم همزه 1700 درهم 34000، صراحة هادو نتمناه انا صراحه كل ما كانوش عندي الوليدات حمقوني على الطلب بسلامتهم، هاد الطلب تخصهم المحاوله، وصراحه صب نورد غلاضي طلامط، راه معروفه المبره الفوطه المتقونه، لاحظوا الزواق هاد الفيزا زاتشي، وكيعطيو ديك البريو، يعني الا شعلتي التريه ديك الجناب كيعطيو واحد البريو غزال،
هو ماشي ساتان هذاك اللي في الوسط، المهم كيعطي واحد الجماليه واحد البريون اللي بغاهم. مرحبا، هادو الثمن ديالهم 38,000 ريال، 9,900 درهم. اخواتي الكريمات، ما سخيتش بكم. الا كنتو كتشوفوا القناه ديالي لاول مره، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، ما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ما تنساوش لايك للفيديو وبارتاج. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. تبارك الله عليكم، تلقوا في فيديو جديد، ما سخيتش بكم. دائما مع قناتي ام الحسنين بفاس، دائما الجديد. وان شاء الله الاسبوع، اول اسبوع يوم الاثنين، ترقبوا فيديو السولد كما العاده. دائما السولد، ما شاء الله السلعه راه تمشات لنا كلها، واللي بقى كنحطوا فيه السولد. اللي عنده الفقير هذا كل اللي عنده يفرش، واللي ما عندوش يفرش، وحتى اللي عنده ما شاء الله، وحتى اللي لاباس عليه وبغى ياخذ المستعمل، مرحبا. دائما ما سخيتش بكم اخواتي الكريمات، كنشكركم على تعليقاتكم. لا تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، الا كنت عندكم عزيزه بارطاجيو هذا الفيديو فضلا وليس امرا. واللي ما عندوش القناه ديالي الثانيه، مفروشات جديده ومستعمله، ديروا في محرك البحث مفروشات جديده ومستعمله، وغتلقاو في الفيديوهات بان الصوت ديالي انا اللي كنتكلم فيه، وراني غنيه على التعريف. وتبارك الله عليكم، وما سخيتش بكم.